عجبت زياكي الهواية عندي. أنا اللي بتشكرك لأنك عطيتيني هيك فرصة، ورح ننبسط من اليوم ورايح. بكرة بتشوفي رح يصير شي بالمحكمة ما بتتوقعي. لخليهم يمشوا يتلفتوا حواليهن. إذا بتريدوا يا جماعة بعدو، إذا بتريدوا بعدو، عم قلكم إذا بتريدوا بعدو. لو سمحتوا بعدو. من فضلك يا أنسة، يا ريت ما تصور. على أساس هدول ما بدهم يرفعوا دعوة. كنتوا عم تقولوا حلينا الموضوع. صدقني يا عدنان بيك ما قطعت اتصالي مع العيلة أبدا، بس واضح إنه في حدا عم يوجههم، أكيد رح يطلبوا شغلات تانية. ما بيهمني أبدا، حلوا المشكلة، ما بدي أي مفاجأة تانية. إذا بتريد عدنان روق. أنا آسف للشي بيعصب، فكرت إنكم مسيطرين على كل شيء، بس لا. قدي رح تستمر هي الدعوة؟ كانت رح تكون دعوة حق عام طبعاً لو ما اشتكت العيلة، بس هلأ رح تستمر عدة جلسات. شو هالحكي؟ يعني ممكن يطلع قرار اعتقال؟ التقرير اللي بده يطلع من المشفى كتير مهم بالنسبة لنا، أملنا الوحيد إنه يشفى الرجال وبأسرع وقت. يعني عم تقول إنه وضعي صعب؟ لا ما في هيك شيء، لا تفكري بشي اللوم، وأنا رح أتصرف. بس دقيقة. تفضلوا فيكن تركبوا. تفضلوا. استنوا مني خبر. الله معكم. كل شي صار مثل ما قلت. شفتوا؟ سمر زياكيل كل ما انحشرت بالزاوية رح تربحوا أكتر. يعني لازم يضل أخي بالمشفى ووضعه ما يتحسن حتى نربح الدعوة؟ يعني أنت تقريباً عم تدعي حتى يموت رجب؟ معقول هالشي؟ ايه هيك. ما بدنا الموضوع يكبر هيك. رح تجي ما هيك؟ شوفي إذا ما أجيتي رح أزعل منك. رح أجي يا روحي، معقول ما أجي؟ رح تكون أفضل حفلة بحضرها هذا الأسبوع. أه بتمنى يكون هيك. يلا المسا بشوفك. ماشي يا روحي بشوفك. لسه عندك مشكلة بالإيقاع نهال؟ شوفي بشكل مرن وبمشاعر. برافو، ايه هيك؟ تعبتي؟ المسا رح يجي مهند ما هيك؟ ما بعرف، في اجتماع عائلة بظن رح يجي. ليش هالسؤال؟ صار له فترة طويلة غايب، ما عم بيتصل، وأنا ما عم بتصل فيه، بس عيب عليه. أنا صرت بعرف وين بيكون هلأ، أكيد عم بيتخبى ببيته اللي أخده على شط البحر. لا لا، أكيد ما رح روح لهنيك مرة تانية.
بس عن جد عيب عليه ينقطع عنا طالما نحن عيلة. ما بيصير يتصرف بهي الطريقة. الواحد بيحكي وبيطمن. لازم يحكي معنا ولا أنا غلطانة؟ قال بده يروح مشان يريح راسه كم يوم. بعرف. بس برأيك هي مو أنانية؟ عم نحكي معه وما عم بيرد. مرحبا. قاطعتكم؟ تفضلي فيروز خانم، نحن خلصنا. منيح اللي شفتكم اتنيناتكم هون. ايه؟ شو رح تلبسوا المساء؟ ما بعرف، أنا لسه ما قررت. مشان ما نلبس نفس اللون. بس أنا ما رح إجي. آه ليش؟ لسه ما طبت. يعني بدي شوي تانية. ماني قدراني أحضر حفلة بهالزحمة. يعني ما رح تكوني موجودة بأهم يوم بالنسبة لبابا وسمر. مع الأسف. بس بعدين بهنيهم. لسه في سخونة؟ لحديت مبارح كان في. لسه ما طبت بشكل كامل. اليوم مراد في عنده درس الرياضيات، وبما أنه نحن خلصنا درس البيانو عبكير فيك تروحي على البيت وترتاحي إذا بدك. أنا هيك كنت عم أقول. لك أنا بشوفكم بعدين. في روح؟ لك فاروز خانو؟ شو رح تلبسي اليوم؟ تعالي ورجيكي. مو حابة البس هاد. هذا فستان كتير حلو، ما لبسته ابدا. بس لا، حابة البس شي مميز كتير. شو رأيك بهاد؟ هذا الفستان بياخد العقل. هذا كتير عاجبني، لونه وموديله بيناسبوني. بس رح يجي فستان تاني. هذا كتير عاجبني. اساسا اذا بتلبسي شروال رح تجذبي عيون الناس كلها عليكي. جسمك حلو وبيلبق لك شو ما لبستي. عيونك الحلوة يا قمر. بس انتي لازم تلبسي أحلى شي عندك، يكون كتير حلو. عيون مهند ما لازم تشوف أحلى منك. بلشتي تحكي شغلات غريبة مرة تانية. اصحك تجادليني بخصوص مهند أبدا. شوفي رح سجلها هون. رح تكوني بالنهاية لمهند. لو سمحتي ممكن تسمعيني؟ مهند عم يهرب مشان ما يأكد أخبار الصحافة اللي صارت، ولا أنا غلطانة؟ ما في هالشي بنوب. خليكي عم تحكي هيك، بس يهدى الوضع شوي والأمور تتحسن أكتر بتشوفي كيف رح يجي ويعبر لك عن مشاعره. هداك الوقت بابا رح يمسكه ويكبه من الشباك. معقولة هالشي؟ عدنان بيك بيحبه لمهند مثل ابنه. بعد ما تعلنوا عن حبكم بصوت عالي قدام الكل بهالبيت، أبوكي مستحيل يعارض هالشي أبدا. اجيت ودعكم. مع السلامة مادموزيل. يا ريت لو تحضري الحفلة المساء. يا ريت السنة الجاية. لا لا لا، ما رح بوسك. ماشي، مع السلامة. خاطركم. مع السلامة. فكري باللي قلته. رح شوف شو بدي البس. ماشي حبيبتي، خدي راحتك. لا تعكري مزاجك. اليوم المساء رح ناخذ شوية نفس. حبيبي شو رأيك نلغي الحفلة؟ ليش؟ أمك صار لفترة عم تجهز حالها لهاليوم. بعرف بس برأيي مو ظابطة. هلأ بيجي شي واحد بيصورنا بيقولوا هذا الرجال عم يموت بالمستشفى وهدول عم يحتفلوا. ونحن عم نحتفل بعيد زواجنا. مزبوط، بس مو هيك رح يكتبوا. بدهم يبلشوا يألفوا قصص. ايه مهند، كيفك؟ عم طلعتوا من المحكمة؟ ايه. شو صار؟
ما بعرف مين اللي عم يوجهون، ما بعرف مين لعب بعقوله نشان يعملنا مشاكل. قدموا شكوى. شو عم بتقول؟ والله ماني عم صدق. حكوا معنا بالأول شيء وبالمحكمة شيء تاني. طيب هلأ شو بده يصير؟ ما رح يصير شيء، طالت المدة وبس. إن شاء الله الرجال بيطيب وبيمشي بأقرب وقت، وهيك بنشيل الحكم. Thank you.